السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في كل مكان في كل زمان. اليوم هنتكلم عن تجربة جميلة خضناها في مطلع الألفية سنة 2001 تقريبا. كنت في مدينة الدوحة وكنت في زيارة بعض المؤسسات، وكنت دائما ما أزور الشيخ يوسف القرضاوي أطال الله عمره، وكان عائدا من المغرب. فاتصلت به في البيت لكي يسلم عليه، فقال تعالى زورني في البيت. قلت له يا شيخ أنت متعب، قال تعالى زورني في البيت. ذهبت إليه وتناولت الشاي معه، وفي النهاية أعطاني مبلغ 50,000 مارك ألماني في ذلك الوقت. فقلت له ماذا؟ قال هذا المبلغ جمعه بعض الأخوة أو الشباب في المغرب للبوسنة ولا مش عارفين يعملوا فيه. قلت له خلاص، قال لي افعل به ما شئت. قلت له خلاص للأيتام، قال للأيتام. فالحمد لله تحول هذا المبلغ بعد أن جمع في المغرب إلى مشروع لشراء أبقار لتمليك هذه الأبقار للنازحين والعائدين إلى البوسنة مرة أخرى من اللاجئين البوسنويين. وبدأنا مثل هذا المشروع. الناظر لمثل هذه الأشياء يرى بركة التبرع ولو بعد سنوات. هذا نسميه بركة التبرع ولو بعد سنوات. كيف أن شخص جمع هذا المال ثم في مؤتمر المال في مؤتمر ما تقى بالشيخ، ثم الشيخ يطلبني لكي أبدأ المشروع اللي بعد كده أصبح لي آثار إيجابية كثيرة جدا على الشعب المصنوي. نقولها في الحلقة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله. بركة التبرع والتطوع. السلام عليكم ورحمة الله.